بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: وخراب الشام وانهيار اقتصادي في العراق سنة 2021 وموت وجوع في بغداد. مصطفى الكاظمي، لا تتعب نفسك. أخوتي الكرام، أحبتي، أود أن أشكر جميع الأخوة الذين هنؤوني بمناسبة التحاقي بالركب الناصبي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم ويثبتنا على ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخوتي الكرام، موضوعي هذا موضوع منبثق من روايات أحاديث آل محمد عليهم السلام، وما أقوم به هي ترجمة لتلك الأحاديث. سأبتدئ وأنهي محاضرتي هذه بأنني أتمنى الأمن والأمان والسلام والخير الوفير إلى جميع شعوب العالم والعراق، حتى لا يقولون الشيخ يهبط معنوياتنا، ولكن هذه حقيقة أنقلها لكم. وخراب الشام في بحار الأنوار المقدس، جزء 52 صفحة 220 الطبعة الثالثة. وخراب الشام واختلاف ثلاث رايات فيه ودخول راية قيس والعرب إلى مصر وورود خيل من قبل العرب حتى تربط بفناء الحيرة وإقبال رايات سود من المشرق نحوها وبثق في الفرات حتى يدخل الماء أزقة الكوفة وخروج 60 كذابا كلهم يدعي النبوة وخروج 12 من آل أبي طالب كلهم يدعي الإمامة لنفسه وإحراق رجل عظيم القدر من شيعة بني العباس. بني العباس هاي الحكومة الموجودة بين جلولاء وخانقين، وعقد الجسر مما يلي الكرخ بمدينة السلام، وارتفاع ريح سوداء بها في أول النهار، وزلزلة حتى ينخسف كثير منها، وخوف يشمل أهل العراق وبغداد، وموت ذريع فيه، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل مقطع من هذه المقاطع بحاجة إلى محاضرة ساعة. سأستقطع ما أريده. طبعا استعنت لم نوفق، كنت أريد أن أنشر هذا كتابة بالاستعانة بأحد اليوتيوبرية الله يحفظه، لم نوفق في ذلك، كانت تصير أخطاء، واضطررت إلى طرحه بنفسي. ولكن بعد هذا أنا أشرح هاي التفاصيل، فالتفاصيل معقدة. أنت الآن، خراب الشام متحقق عندما تقطع بهذه الرواية. خراب الشام، شوفوا، الخراب بالمعنى الحقيقي متوفر ومتحقق في أزقة سوريا وشوارعها. شوفوا الخراب كله، والبنيان والعمران. بالأمس كنت أباوع في الأخبار والمنطقة اليرموك، يعني دمار كامل، الشارع كأنه موفي، يعني فيلم، كل الأبنية مهدمة، يعني الخراب متحقق. طيب، العقبة الوحيدة كما قلت لكم سابقا، المعيار هي السلطة. أخوتي الكرام، هو متحقق، ولكن تسمية تطبيق الرايات الثلاث على الواقع الحالي، وإن كان أصله موجود، لكنه ما يتحقق مع وجود الحكم. حسب الروايات وروايات أهل البيت وما طرحناه سابقا، لا بد من أن يتضعضع الحكم، عندها تطبق الرايات الثلاث وإن كان مصداقها موجود. هذا أنا شرحته سابقا، انتبه.
فنعم خراب الشام متحقق، إلا أن المانع السلطة أخوتي الكرام. ولو تطبق 100 مصداق من مصاديق الأحاديث لو تحققت ما عندنا مشكلة، لكن معيار العلامة الحقيقية هي السلطة أخوتي الكرام. الروايات عندما تقتضي سقوط السلطة حتى تتحقق المراتب أو مراحل الروايات فيما بعدها، انتبهوا، هذا خراب الشام. بعدين أنا أشرح لكم ورود خيل من قبل العرب حتى تربط بفناء الحيرة وإقبال رايات سود من المشرق، هذه كلها أشرحها تفاصيل، لأن كل شيء وشيعة بني العباس هي هذه الحكومة الموجودة اليوم. طبعا أنا بعدين هذه نشرحها، ولكن أنا أريد هذا. وسبب ذكري لمصطفى الكاظمي ورئيس الوزراء يركض أنه يعني بلكت يعالجون الموضوع، هم ينظرون إلى الموضوع موضوعا. هو صحيح مؤثرات الفساد الحقيقي موجودة، يعني فساد يعجز اللسان من ذكره، ما أريد أطلع عن الموضوع أذكره في غير موضوع. فساد، وناس يقتلون بالشوارع، الماء، أكو بلد 20 سنة مجاري ما تسوون 20 سنة، هذا ما أريد أطلع عنه. على كل حال هؤلاء من يعجل بخروج السفياني بعد، والمجرب لا يجرب، هاي المجرب لا يجرب أكبر دعم للسفياني، وحق العباس أحكي صدق داعم حقيقي مباشر للسفياني، للسفياني شخصيا، لعثمان بن عنبسة. وعثمان بن عنبسة عندما طرحت نظرية المجرب لا يجرب قال رحم الله والديكم، أشرحها في تفاصيل ما لنا علاقة. وخوف يشمل أهل العراق وبغداد، وموت ذريع فيه نقص من الأموال والأنفس والثمرات. لو كنت طرحت هذا الموضوع قبل 10 أو 20 أو 30 أو 30 سنة لا أستطيع أن أطبق الحديث في الواقع الحالي، ما أستطيع، لأن القرائن التي تدعم الحديث ما موجودة. مثلا قبل 30 سنة الأمان والاستقرار والمنطقة كلها مستقرة، كل المنطقة مستقرة، ما هي الحكمة التي جعلت جميع بلدان المنطقة تتضعضع، جميعها ضعضعت وفقد فيها وأصبحت الحدود كلها منفلتة وكأنها منطقة واحدة؟ شنو السبب؟ حرب أذربيجان، فيروس كورونا اللي هو الموت الأبيض وأنا ذكرته سابقا، كل متوقع آت، ماكو شيء ما حصل، هذه المؤشرات تحكمني. ماكو رأي أبد، ماكو رأي، هذا رأيي وهذا رأيه، نعم هذا اجتهاده وذاك اجتهاده، كلاوات ماكو. أكو حديث آل محمد حديث يحكمك، ماكو اجتهاد. طيب، بوادر حقيقة الخوف الذي يشمل أهل العراق، أنا أعرف عوائل شخصيا ما عندهم إيجار، ما عندهم يدفعون، أموال مفقودة وإفلاس بسبب السرقة، هذه أطلع أشرحها في تفاصيل، إفلاس حقيقي العراق فيه ومقبل على أكثر، انتبه. الموت ليس فقط فقد الأمان الموجود، وإنما موت متعلق بنقص الأموال، موت متعلق بنقص الأموال. مصطفى الكاظمي والبقية ما ينظرون نظرة دينية، شنو شغل بالدين، ينظرون إلى سياسيا،
فجرت هذا وأخبرنا بهذه متى الفرج يا ابن رسول الله؟ قال الفرج عد ما يصير كذا ويصير كذا ويصير كذا ويصير كذا، يعدد لك صفحات وكلها ضعيفة السند، كلها ضعيفة السند. بعد أخبار إلى أن وصل إلى مرحلة وخوف يشمل أهل العراق. ترى هذه هي الأحداث التي تسبق الفرج. مو سألتني عن الفرج؟ الآن الواقع تشوفوه، الجميع يعيش حالة رعب وخوف للأسف، وكل هذا بسبب الديمقراطية التي نبذها الأئمة عليهم السلام. الأئمة مراجعنا الله يحفظهم لو كانوا يعرفون حديث المعصوم أنه ضد الديمقراطية. الديمقراطية سبب دمار العراق وفساده، كم مرة أنا أقول ولكن أنتم ما تسمعون. وعندما أقول ديمقراطية ليست المراد به في قبال الدكتاتورية، لا، التعدد أكبر هو العامل الحقيقي في دمار العراق وأي بلد من بلدان الشرق الأوسط، لأن الشأنية الشرق الأوسط ما تستطيع أن تتعايش مع الأنظمة الديمقراطية. أخوتي الكرام، أنظمة التعدد، وحتى شعوب الغرب دفعت أثمان غالية جدا وحروب أهلية وأناس ماتوا بقدر ما مات الناس في الشرق الأوسط عشرات المرات حتى استطاعت أن تنشئ هذه الأنظمة الديمقراطية. فلا أريد أن أخرج عن هذا الموضوع. فشاهد كلامي، أئمتنا رفضوا ذلك عليهم السلام، فخوف عام وجوع سيكون ملحوظا. شو وقت أنت طبق عد ما يقول موت بغداد وموت ذريع، شبي ذلك الموت فيه نقص في الأموال، يعني هناك ربط في نقص الأموات وموت ذريع. أنت طبق هذه، تطبق في الواقع، مطبق الآن وبوادرها موجودة، لكنها ستكون أكبر وأكثر في السنة المقبلة، أو في ما أقول سنة، في القابل، يعني في الأيام المقبلة. لوش؟ لأنني حكمت عليها من خلال بوادرها. شنو هي البوادر؟ بوادرها الآن الخوف والجوع والموت منتشر. مجزرة هذه أنا سمعت أول البارحة، مجزرة الناصرية ومجازر في البصرة، والمعصوم يقول الويل لأهل البصرة، الويل لأهل البصرة، موجودة عندي في الأحاديث، كلها أحاديث، ماكو شيء من جيبي. وأنا بيني وبين الله ابتدأت كلامي بهذا وأقولها الآن، وعندما أنتهي أتمنى الأمن والأمان والخيرات لجميع شعوب العالم بما فيهم العراق. أنا لا أتمنى، ولكني مجرد مترجم للأحاديث، لا تفهموني خطأ. فعندما أرى ما يجري وأرى فقدان، صار كم فترة العالم لا توجد أموال، ولو والله لو أتدخل في مواضيع خارج الدين، حاكم واحد يكفي، هاي الزبالة ما محتاجها، حاكم واحد يكفي. فالموت مرتبط بنقص الأموال والأنفس والثمرات، ما راح يبقى خير، ونقص في مرتبط بالموت على أثر النقص في الأموال والخيرات. انتبهوا، هذا هو الذي وخوف يشمله العراق، مصداقه العام موجود، تخصيصه أتمنى أن لا يكون في زمننا إن شاء الله، ولكن بوادره واضحة بالقرائن الأخرى المذكورة في الأحاديث. فحسب ما هذا نص، وترجمتي لذلك النص أن الأشهر القادمة ستكون أشهر عصيبة جدا على أهل العراق خاصة.
أشهر صعبة، أسأل الله عز وجل أن يدفع عنهم البلاء والقضاء. اسمع، عن المفشل دليلك أنت حكمت على هذا بهذه الطريقة. اسمع، في الهداية الكبرى صفحة 402 إلى 407، طويلة 4 صفحات، طبعة الرابعة 1991، عن المفضل بن عمر ضعيف السند منبوذ عند الفقهاء صادق عند المعصوم عليه السلام. الإمام الصادق يزكي، ارجعوا قواعد علم الرجال، ومفضل بن عمر نموذج في بحث طرحته سابقا. ضعيف السند منبوذ، لأنهم ما يعرفون يشرحون الحديث، وأنا ما عرفت يوما أن ضعيف السند يروي أقدس الأحاديث، ما عرفت. ضعيف السند هذا المفضل بن عمر، ما يشتروا بفلس، وهو من أقدس أصحاب الإمام عليه السلام. نصوص نصوص، أنا ذكرت نصوص عن الصادق عليه السلام. ضعيف تعرفون لويش؟ لأنه ذكر أن البهيمة هو الإمام، ما افتهموها، كلها شردت تحت علم الرجال، علم الوساخة بس، وغيرها وغيرها، ما يفهم الحديث، شو يسوي؟ ليش أتعب نفسي؟ عن المفضل بن عمر: يا سيدي، كيف تكون الدار الفاسقين الزوراء؟ الله، يا مفضل بن عمر، انت شلون تصف الزوراء اللي هي بغداد بدار الفاسقين؟ شبيها شك فساد على مر الأزمن والتاريخ إلى يومنا هذا هو في بغداد. وبغداد أخوتي الكرام أرض ملعونة، أذكر في أحاديث أخرى. اسمع، قال: كيف تكون دار الفاسقين الزوراء في ذلك اليوم والوقت؟ أي يوم ووقت؟ قبل ظهور القائم، لأن هذا مقطع من الحديث الكامل. متى الفرج يا ابن رسول الله؟ انتبه. قال سلام الله عليه: في لعنة الله وسخطه وبطشه تحرقهم الفتن. احفظ ذني وطبقهن، موجودة لو لا أطبق ما موجود. تحرقهم الفتن وتتركهم حمما، الويل لها ولمن بها. يا كاظمي أنت وين؟ مصطفى الكاظمي شيخ واثق يسلم عليك، يقول مثلك، وحاشاك تقبلها مني، احنا بيناتنا عراقيين، واحكي لك مثلك مثل الذي يلزم الفرس من ذيله. انت جاي تالي وقت، انت لازم الفرس من ذيله، شطحي جاي تالي وقت، هاي حديث المعصومين، اغسل ايدك. وتتركهم حمما، الويل لها ولمن بها. كل الويل من الرايات الصفر، ومن رايات الغرب، ومن كلب الجزيرة، ومن الراية التي تسير إليها من كل قريب وبعيد. بس لو أشرح لك الرايات، شحكي لك 10 20 محاضرة، هواية. خليني أعطيك موضع الشاهد. والله الإمام الصادق دي يجاوب ودي يسأل المفضل، سلام الله على المفضل ضعيف السند، شو وقت هذا الفرج؟ والله لينزلن فيها من صنوف العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بمثله، ولا يكون طوفان أهلها إلا السيف. هاي وين بالحديث؟ شيخ واثق انت ليش تكذب؟ انت شو بدك تطبق الحالة على الواقع؟ انت قل لي اكو شي صار في بالك ما صار في العراق؟ مرة تقتل زوجها، مرة تقتل أطفالها، مرة ترمي بأطفالها، المخدرات، القتل، السلب، النهب، التزوير، تلفيق التهمة. والله ينقل لي واحد قاضي متحدث له العباس، سلام الله على العباس، يقول له تلفيق التهم، احكي عجيب غريب. يعني انت الآن قاعد في بغداد، واحد يجي يقول هاي أوراق ثبوتية، انت في تركيا، ويثبتوها عليك في تركيا وانتهت.
بهالبهتان. اكو بعد اوسخ من هذا؟ بعد اكو شيء ما حصل؟ قتل وتزوير وتهجير واديان وماكو شيء ما حصل في هذا البلد. فساد وخراب، اكو اكثر من هالخراب 20 عاما انتم ما عندكم مجاري، اكو اكثر من هالخراب انتم تجيبون. انا كنت اسميها سبتوتة، الجماعة قالوا كنت تكتك، ما ادري لك فد الفاظ سخيفة، فد الفاظ وسخة، ماطورات وبايسكلات تحولنا لسنة لسنة الاربعينيات. طيح الله حظ هيك وضع. هذا العراق انت دا تتحدث عنه، ولك العراق، ولك العراق كل ذهب ونفط. العراق مش احكي، انزل برلمانيين يجيبوا لي واحد يحاكموا حرامي مأجر البيت بست، بالتلفزيون مأجر بيت 6 ملايين، يقول له 6 ملايين بيت، يقول له شو اسوي، وين اكو بيت 6 ملايين؟ يبوك شو سوى له، شو سوى له؟ ولذلك العقاب جماعي. العقاب ما لا عين رأت، هذا الصادق ده يتحدث، ولا أذن سمعت بمثله، ولا يكون طوفان أهلها إلا السيف. يعني اسمع عن المفضل بن عمر في دلائل الإمامة، انتبه راح أنهي جزء الأول الصفحة 471 الطبعة الأولى عن المفضل بن عمر. شوف الحديث يكمل حديث، احفظ، ماكو تعارض أدلة، ولك ماكو تعارض أدلة، ماكو شيء اسمه تعارض أدلة، ماكو حديث ضعيف. انتبه، شوف ذاك المفضل بن عمر بذاك المصدر، وشوف هذا بعضه يكمل بعضا. أكو شحكي وياكاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، عن الصادق يروي، فشكى إليه طول دولة الجور. قال احنا من هم دولة الجور؟ متمثلة كانت بأبي بكر وعمر وعثمان، ففي هذه الفترة اجى يشتكي إلى أمير المؤمنين عليه السلام دولة الجور. ايش قال الإمام؟ قال انت كيف هاي دولة الجور؟ وين انت بعد؟ وين دولة الجور؟ اسمع الإمام ده يجاوب سلام الله عليه. فقال له أمير المؤمنين: والله لا يكون ما تأملون حتى يهلك المبطلون ويضمحل الجاهلون ويأمن المتقون، وقليل ما يكون حتى لا يكون لأحدكم موضع قدمه. احفظ، افهم الظاهر، ما أقدر أشرحه هذا طويل. وحتى تكونوا على الناس أهون من الميتة عند صاحبها. أيبا سلام الله على أمير المؤمنين. هاي العبارة، حتى لا تكونوا على الناس أهون من الميت عند صاحبها، قال له: ترى أنت عد ما تتحدث عن دولة الجور، أنت وين ودولة الجور وين؟ تصل مرحلة تكونون أهون من الميتة عند صاحبها. هذه أهون من الميتة شوكت عن الدعاة لآل محمد عليهم السلام. يقول راح يجي فترة الداعية لآل محمد عليهم السلام يكون أهون من الميتة عند صاحبها. فأنت أحمد الله وأشكره بهاي دولة الجور، على الأقل تقدر تحكي، تقدر تناقش، تقدر تذكر علي عليه السلام. راح يأتي زمن أن تكونوا على الناس أهون من الميتة على صاحبها. ليش يكون أهون من الميتة؟ شنو العلة؟ العلة بدعوتكم لآل محمد عليهم السلام. الآن 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 شوف أنت، ارجع وشوف الدعوة لآل محمد أصبحت الآن، وما تستطيع أن تحكم حتى لمن الشيعة، أكو كثير من الشيعة مرحب بهم في أي مكان يذهبون، حتى يروح إلى مكة وغير مكة وغيره، مرحب بهم وليسوا كالميتة على أهلها، بالعكس، إنما هناك مواقف خاصة، دعاة يكونون كالميتة على أصحابها بدعوتهم لآل محمد. هذا هو هذه هي الفترة التي أنت تشمئز منها.
لا تجي الآن تشتكي عندي بعدك، وين الطريق طويل. علي عليه السلام يقول له: وحتى تكونوا على الناس أهون من الميتة عند صاحبها، فبينا أنتم كذلك إذا جاء نصر الله والفتح وقول ربي عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فأخوتي الكرام، ما ذكرناه أنني وحسب هذا الحديث أتوقع مصداق الحديث في بدايات تحققه في العراق، وخراب الشام متحقق، وهذا يدل على أن مصداق هذا الحديث في عصرنا هذا، ما يقبل غير عصر. شنو الدليل؟ الدليل أكو قرائن تحوط بهذا الحديث قطعية. أنتم الأصوليون الذين زربوا بالدين حشدين محمد، الأصولي الذي زرب بالدين حشدين محمد عليهم السلام، ويقولون احنا عندنا قرينة قطعية وقرينة غير قطعية. هذه قرائن قطعية هناك تدل على أن هذا الحديث نعيش به في هذا الزمن وليس في زمن غيره. أخوتي الكرام، أسأل الله عز وجل أن يدفع البلاء والقضاء عن العراق ويحفظ أهله وشعبه، ولكن هذا الحديث أنا أترجمه، ويدفع البلاء والقضاء عن جميع شعوب العالم لأنها تعبنا، ويحفظنا جميعا. إنما كما قلت أترجم، أنا ما مذكور، وقد أكون مخطئا، فلا تهبط معنوياتكم، وقد أكون مخطئا هذا، ولكن هي هذه ترجمة الأحاديث. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.